الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، أحبتي في الله، لا زالت البشرية كلها تقف على بساط العدل في ساحة الحساب بين يدي الملك الوهاب جل جلاله. توقفنا في الخطبة الماضية والناس في أرض المحشر ينتقلون من موقف إلى موقف، ومن حال إلى حال، ومن هول إلى هول، ورأينا ماذا يحدث بعد نفخة البعث، وكيف يخرج الخلق من قبورهم على ما ماتوا عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: يبعث المرء على ما مات عليه. فمن الناس من يخرج من قبره وهو يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهو الذي مات في إحرامه. ومنهم من يخرج وهو يتلو القرآن وتظلله سورة البقرة وآل عمران، ومنهم من يخرج وهو يذكر الله تعالى، ومنهم من يخرج والدماء تنزف من جسده، تفوح منها رائحة المسك، وهم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. ومنهم من يخرج وقد اسود وجهه، ومنهم من يخرج يمشي على وجهه، ومن الناس من يخرجون كأمثال الذر، مثل النمل تطأهم الأقدام وهم المتكبرون، ومنهم من يخرجون كالمجانين وهم أكلة الربا يتخبطون في أرض المحشر، ومنهم من يخرجون وقد عقد لهم لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان، وهم الغادرون الأئمة الغشش لرعيتهم. ومنهم من يخرجون لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم، تصور، ولا يزكيهم، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. العاق لوالديه ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، العاق لوالديه، الديوس الذي لا غيرة فيه على أهله، المرأة المترجلة الذي يغش رعيته، هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. أصناف كثيرة لا ينظر الله إليهم، الذي يحلف الأيمان الكاذبة ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، يحشرون على أشكال وأحوال. وتبدأ هذه الأعداد الكبيرة الهائلة بالزحف إلى أرض المحشر كأنهم جراد منتشر. البارحة تابعت فيديو للحجيج في سنة من السنوات وهم اجتمعوا على جبل عرفة، كان العدد ما يقارب المليونين إلى 3 ملايين حاج، أعداد قد غطت الأرض، والطائرة تصورهم من أعلى. قلت: يا رب،
سبحان الله، مليونين أو 3 ملايين رجل، 3 ملايين إنسان في مكان واحد فعلوا هذا الأمر وهذا الزحام. فكيف بيوم تجتمع فيه الخلائق كلها، الإنس والجن والحيوانات بل وحتى الملائكة؟ الله أكبر، كم أعدادهم؟ كيف سيكون الحال؟ كيف سيكون المآل؟ والله العظيم شيء مرعب. تبدأ هذه الخلائق بالزحف إلى أرض المحشر، وتبدأ الكرامات توزع على أهل الإيمان وعلى أهل التقى وعلى أولياء الرحمن. من الناس من يلبس تاج الكرامة في أرض المحشر، من هم؟ هم آباء حفظة القرآن، هم آباء حفظة القرآن يلبسون تاج الكرامة في ذلك اليوم، في ذلك اليوم العصيب. من الناس من ينادى عليه: تعال أيها الشاب الطائع، يا من صبرت على الشهوات، يا من التزمت بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، يا من كنت غريبا في الناس، طوبى للغرباء. كل الناس من حوله عصاة، كل الناس من حوله لا يصلون ويتهمونه بالرجعية والإرهاب والتحجر، وهو ثابت على دينه وعلى سنة نبيه. تعال، تعال إلى ظل عرش الرحمن، تعال يا فلان، يا من كان قلبك معلق بالمساجد وبالصلاة، تعال يا فلان، يا من كنت تتصدق وكنت صادقا في صدقتك وهكذا، تعال أيها الإمام العادل، تعالوا يا من تحاببتم في الله، أخ تحبه في الله لا تحبه لمصلحة أنت وهو في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، تعالوا إلى ظل عرش الرحمن. ثم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون منهم مقدار ميل، مسافة قريبة جدا. تخيل هذه الشمس التي تبعد عنا مئات الآلاف من الكيلومترات، الآن لو تقدمت سنتيمترات قليلة لأحرقت الأرض، فكيف بها فوق رؤوس الخلائق يوم القيامة؟ مشهد عظيم، الجلود تحترق، الناس يبدأون يغوصون في عرقهم، تتقطع الحلوق وتتمزق الأحشاء من شدة الجوع والعطش، زحام شديد، تختنق الأنفاس. ثم يبدأون بالتوجه بعد 50,000 سنة، تخيل 50,000 سنة في هذا العذاب وفي هذا الموقف، والله لا يبدأ بالحساب. فيبدأون بالتوجه إلى نبي النبي، أول نبي سيدنا آدم عليه السلام، فيقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح، ونوح يقول: اذهبوا إلى إبراهيم، وهكذا كل منهم يقول: نفسي نفسي، حتى يصلوا إلى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع عند ربه فيقبل الله شفاعته، فيبدأ بالحساب، يبدأ بالحساب. وتبدأ الملائكة تتنزل من السماوات حتى تحيط بأهل المحشر، بأهل الموقف، من كل حدب وصوب، من كل مكان، تطوق، تطوق الخلائق في أرض المحشر. ثم يأتي الله تبارك وتعالى إتيانا يليق بجلاله، ويبدأ العرض على الله. لما أقول يبدأ العرض على الله، أنت ستكون ممن ستعرض على الله، أنا وأنت سندخل بمفردنا إلى الله، وستقف أمام الله ليس بينك وبينه ترجمان، فيقررك بأعمالك، اقرأ كتابك، هذا الكتاب أنت سطرته في الدنيا، هذه أقوالك وهذه أفعالك، وما كان ربك بظلام للعبيد، الله لا يظلم مثقال ذرة، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ثم بعد ذلك ينصب الميزان، والميزان لا يعلم بحجمه إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، ميزان عظيم لو وزنت فيه السماوات والأرض لوزنها، الله أكبر، ما حجمه؟
روي أن داود عليه السلام قال: يا رب أرني الميزان، فلما رآه وإذا بكل كفة وسع السماوات والأرض، فقال: يا رب من يملأ هذا الميزان؟ فقال: يا داود أملأها لعبدي إذا رضيت عليه. بسبحان الله، لا إله إلا الله، ما أرحم الله، ما أكرم ربنا سبحانه وتعالى. ينصب الميزان، هذا الميزان مع حجمه العظيم دقيق في الوزن، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل، انتبه عبد الله، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كتابك. هذا الميزان يزن حتى حبة الخردل، حتى الذرة، فتوضع أنت وكتابك في الميزان، أنت وكتابك في الميزان. لماذا؟ لماذا وزن الأعمال؟ ليكون الجزاء بعد ذلك، وليكون العقاب بعد ذلك بحسب أعمالك وبحسب وزنك، ولتكون درجتك في الجنة بحسب أعمالك هذه وبحسب وزنك. بعد الميزان ينتقل أو تنتقل البشرية إلى أخطر موقف من مواقف يوم القيامة، اللهم سلم سلم، إلى أخطر موقف وإلى أعظم موقف، موقف عظيم مفزع هائل، ألا وهو الصراط. اللهم ثبتنا على الصراط يا أرحم الراحمين. تنتقل البشرية إلى أرض مظلمة لا يرى فيها الرجل يده، ظلام دامس، ما في نور، ما في ضياء أبدا، ثم تقسم الأنوار بعد ذلك. الله يعطي كل واحد نورا على قدر عمله، على قدر عمله في الدنيا، فمنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره دون ذلك، ومنهم من يكون نوره على إبهام قدمه، يضيء تارة وينطفئ تارة مثل ضوء الشمعة، أنوار بحسب عملك في الدنيا، لأن طاعة الله هي نور، الصلاة نور، القرآن نور، طاعة الرحمن نور، يكون النور يوم القيامة بحسب عملك في الدنيا. وينصب الصراط، يضرب الجسر على ظهر جهنم. تخيل، تخيل المشهد الآن، جهنم من تحت والجنة في نهاية الصراط، جهنم من تحت الصراط والجنة بنهاية الصراط، الذي يجتاز الصراط يصل إلى الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يضرب الصراط على ظهر جهنم، له كلاليب وأشواك تتخطف الناس. طب كم عرض هذا الصراط وكم طوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصراط، تخيل عبد الله، أدق من الشعرة وأحد من السيف. الله أكبر. الملائكة لما رأت الصراط قالت: يا رب من يستطيع أن يجوز هذا؟ كيف إنسان يمشي على شفرة؟ كيف إنسان يمشي على شعرة؟ قال: وله روغان، مع ذلك له روغان، يعني يذهب ويأتي هكذا ويموج بالناس. سبحان الله، من يستطيع أن يجوز هذا؟ فقال سبحانه وتعالى: من أشاء من عبادي، من أشاء من عبادي. فقالت الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين يجوزون الصراط يا أرحم الراحمين. الشعرة، قال: أدق من الشعرة وأحد من السيف. كيف سيكون المرور؟ برحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. من الناس ما إن يضعون رجلهم قدمهم على الصراط حتى يسقطوا في جهنم. طب كم بعد جهنم؟ كم هي مسافة القعر؟ اسمعوا عباد الله، اسمعوا عباد الله،
كان حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جالس مع أصحابه فسمعوا وجبة صوت قوي انفجار، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعلمون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذه صخرة، هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا الآن وصل إلى القعر. من 70 سنة؟ الله أكبر. إذا كنت الآن في الطيارة على مسافة 10 كيلومتر وألقيت بحجر دقائق معدودة وتكون على الأرض، فكيف بحجر 70 سنة يهوي في جهنم حتى يصل القعر؟ الله أكبر. تخيل المشهد، أنا وأنت سنمر على الصراط، جهنم من تحتها الله أقسم، وإذا أقسم الله فقسم الله عظيم، وانتبهوا لقسمه: وإن منكم إلا واردها. للنار سيمر من عليها، كان على ربك حتما مقضيا. النار من تحت تغيظ وتفور وتصيح، والناس من حولك، أنت تسمع أصوات لأنه ظلام، تسمع أصوات، هذا يهوي في النار وهذا يصيح. طب كيف يكون المرور على الصراط؟ تقف الأمانة وصلة الرحم على جانبي الصراط. الأمانة وصلة الرحم، الأمانة هي الدين، كل الدين كما قال ابن عباس: الصلاة، الصيام، الزكاة، بر الوالدين، حقوق العباد، كلها تقف على جانب الصراط، لا تمر حتى تقتص منك في تصفيط حسابات. أنا راح أعطيكم مثال كيف الحساب العرض وكيف المرور على الصراط وليش الميزان. مثال: أنت الآن استدعوك إلى فرع تحقيق، فدخلت ومكتوب فيك تقرير، فإيش بيعمل المحقق معك؟ بيقول لك: أنت فعلت كذا وكذا وكذا، وهذا هو التقرير، ولله المثل الأعلى، هو هذا العرض، تقرير أعمال. ثم يكون الحساب والسجن والعقوبة بحسب ماذا؟ سبب الحكم على أعمالك هذه، والحكم على الأعمال يكون على الصراط. عباد الله، المقصر بصلاته سيقتص منه، تخطفه الكلاليب والأشواك فتغمس فيه به في نار جهنم والعياذ بالله. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، فوقهم يأتي الكافرون الكفار، لأن النار دركات. أما عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكونون في الطبقة الأولى من النار، ولكن عذاب لا يطاق. الصلاة، الصيام، الحج، وهكذا بر الوالدين. عينك أمانة، سمعك أمانة، جسدك أمانة، زوجتك، أولادك، مالك، هذه كلها تسأل عنها، قناطر، حواجز على الصراط لا تمر حتى تسأل. وعلى الجانب الآخر تقف صلة الرحم بمفردها، سبحان الله، بمفردها. لماذا؟ لعظيم هذا الحق عند الله تبارك وتعالى. يا من لا تكلم أخاك، يا من لا تكلم زوجتك، يا من لا تكلم ابنك، يا من لا تكلم أباك وأمك، يا من لا تكلم أولاد أعمامك، أولاد أخوالك، ستقتص منك صلة الرحم على الصراط. الله تعالى أقسم: ليصلن من يصل الرحم، وليقطعن من يقطع الرحم. ويبدأ الناس بالمرور على الصراط، طوله لا يعلم به إلا الله، مسافة عظيمة وحساب. من الناس من يمرون كالطرف، يعني مثل طرفة عينك. اللهم اجعلنا منهم يا رب. في 70 ألف من أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدخلون الجنة بلا حساب، مباشرة من القبور إلى الجنة، ينطلقون بسرعة، لا يسمعون حسيسها، ما بيسمعوا حتى صوت النار، لا يسمعون حسيسها، كالطرف. ومنهم من يجوزه كالبرق، ومنهم من يجوزه كالريح، ومنهم من يجوزه كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي مرة ويكبو مرة، يعني يسقط مرة أخرى، وبتلاقي يعني يمسك بإيديه وإجريه، وتخيل شفرة
وأدق من الشعر والنار من تحته كيف سيكون حاله؟ هذا بحسب الأعمال. ومنهم من يزحف على بطنه، تخيل يزحف على شفرة، الله أعلم بالمدة وبالمسافة العظيمة. فقال عليه الصلاة والسلام: فناج مسلم، ناج مسلم لا يصيبه شيء أبدا ولا تلك الكلاليب، وناج مخدوش تخدشه تلك الكلاليب والأشواك، ومكردس في نار جهنم والعياذ بالله، ومكردس في نار جهنم. ثم بعد ذلك إذا اجتازت الخلائق وأول من يجوزون هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والأنبياء على جانبي الصراط يقولون: اللهم سلم سلم، لا يتكلم إلا الأنبياء في هذا الموقف، أخطر موقف وأعظم موقف. حتى إذا اجتازوا الصراط، اللهم اجعلنا منهم يا رب، حبسوا على قنطرة، على جسر بين جهنم وبين النار. ماذا نفعل هناك في القنطرة؟ قال: يتقاصون مظالم كانت لهم في الدنيا. كمان في هون حساب، نعم، لكن ما بيرجعوا للنار. حتى يهذبوا وتنقى الأنفس، ونزعنا ما في صدورهم من غل، حاكي على فلان، في إلك حق على فلان، ولكن هذول كلهم من أهل الجنة، انتبهوا، هذول كلهم نجوا من النار. فالله عز وجل يصف الحسابات فيما بينهم وينزع الغل من قلوبهم، ثم تفتح أبواب الجنة، وأول من يدخل الجنة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. يقرع باب الجنة فيقول خازنها: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يدخل الناس الجنة ويأخذون أماكنهم، وينزلون في درجاتهم ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض بحسب الأعمال في الدنيا عباد الله، بحسب الاجتهاد في الدنيا تكون العلامات وتكون الدرجات يوم القيامة. ويدخل أهل النار النار. المؤمنون يقولون: يا رب إخواننا، في عندي أخي ليكو صاحبي في النار، يا رب كانوا يصلون معنا وكانوا يتصدقون معنا ويحجون معنا، يا رب يا رب. فيقول الله: أرحم الراحمين، ارجعوا فأخرجوا من عرفتم من النار، ارجعوا وأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. قال: فيخرجون خلقا كثيرا، ويبقى ناس في النار من عصاة الأمة، من عصاة الأمة. فيقولون: يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا وا وا وا. فيقول: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم أيضا يشفعون فيقول: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول الله وحد الله أرحم الراحمين ربنا سبحانه وتعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة بيده سبحانه وتعالى، فيخرج خلقا كثيرا لم يعملوا خيرا قط. طبعا انتبه، ليسوا بكافرين، لأن الكفار مخلدون في نار جهنم. لم يعملوا خيرا قط. قال: فيغمسون في نهر الحياة، فيعودون كاللؤلؤ، ينبتون كاللؤلؤ، ويدخلهم الله الجنة. ينزل الناس في أماكنهم في الجنة، وبعد ما كل واحد يأخذ منزله في الجنة يبقى أيضا فضل في الجنة. يعني بعد ما الناس تأخذ أماكنها في الجنة يبقى متسع، فيخلق الله خلقا جديدا الله أعلم بهم، فينزلون في ذلك الفضل، فتمتلئ الجنة وأيضا تمتلئ جهنم، وتقول: هل من مزيد، هل من مزيد؟ فيضع الله قدمه سبحانه وتعالى في نار جهنم، فينزوي بعضها إلى بعض، فتقول: قط قط، خلاص امتلأت. ثم يؤتى بعد ذلك بالموت على هيئة كبش، فيوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشربون، يمدون أعناقهم: نعم يا رب. يا أهل النار، قال، فيشربون، ينظرون لعلها رحمة تصيبهم. فيقول المنادي: هل عرفتم ما هذا؟ فيقول: نعم، الموت. فيأمر الله تبارك وتعالى أن يذبح، أن يذبح الموت.
فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود فلا موت، فتكون أشد ساعة على أهل النار وأسعد ساعة على أهل الجنة، خلود، حياة خالدة. وبذلك تنتهي القصة عباد الله، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار إلى النار. هذا الأمر الذي سنواجهه غدا عباد الله، إي وربي، وليس بيننا وبين هذه الأحداث إلا أن نموت. قد تخرج الآن وبحادث سير تموت، قد تصلي معنا الآن ونصلي عليك عند العصر، لا ندري، الموت يأتي بغتة. فهل نحن مستعدون عباد الله؟ هل نحن مستعدون لذلك الموقف العظيم؟ أنا لم أذكر لكم قصصا تاريخية، أنا أذكر لكم حقائق سنواجهها حتما وسنراها بأم أعيننا، إي وربي. يا عباد الله، يا عباد الله، هل نحن جاهزون؟ والله لما نتصور أننا في يوم من الأيام سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى، والله إننا لنتعلق بالله، والله إننا لنتعلق بالله ونرجو ما عنده. ربنا يا إخوة، ربنا سبحانه وتعالى رحيم كريم، ما نزل في الثلث الأخير من الليل إلا لأنه يريد أن يرحمنا، ما بسط يده في الليل والنهار وفتح لنا باب التوبة وفرح بتوبة التائبين إلا لأنه يريد أن يرحمنا سبحانه وتعالى. فلنبادر إلى ربنا ولا نتأخر عباد الله، لا نأتي يوم القيامة وحسناتنا قليلة. أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، يحبسون بين الجنة والنار، لا يدخلون إلى الجنة ولا إلى النار. لماذا؟ تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. لعلهم لو سبحوا تسبيح زيادة في الدنيا لرجحت الحسنات، لعلهم لو خطوا خطوة زيادة إلى المسجد أو تصدقوا بصدقة زيادة لرجحت حسناتهم. فزيدوا من حسناتكم عباد الله، زيدوا من حسناتكم عباد الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وحافظوا على حسناتكم. لا نأتي يوم القيامة ويتعلق الناس برقابنا ونوزع حسناتنا على الناس. كم من شخص اغتبناه، كم من شخص ظلمناه، هذا كله يوجب القصاص يوم القيامة، يؤخذ من حسناتك ويعطى لهؤلاء. هذا هو المفلس الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، وأن تجعل الممات راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم ثبِّت أقدامنا على الصراط، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.